تجد الإنسان أحيانا ييأس من إجابة الدعاء مع أن الفرج قريب، وهذا الشيء يضحك الله تعالى. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يضحك من قنوط عباده مع قرب تغير البلاء. فقال أحد الصحابة: أو يضحك الرب عز وجل؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك. سبحانه. فلا تحزن ولا تستعجل، لأنك إذا استعجلت ويأست فإن هذا يمنع إجابة الدعاء، عندها ستفقد الطلب اللي طلبته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب. فأحيانا يكون الفرج في قمة القرب من العبد، ويكون العبد الآن فقط وصل إلى اليأس، فلما يأس واستعجل توقف نزول الفرج، مع أنه كان سينزل، كان قريبا منك، غفر الله لك. لماذا يأست وتوقفت عن الدعاء؟ لا تتوقف، استمر بالدعاء، استمر، والله سندعو ربنا إلى أن نموت، لن نتوقف عن دعائه سبحانه.